السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله نكمل حصص المراجعة، والنهاردة إن شاء الله زي ما اتفقنا سنة أولى سنقوم بالمراجعة على شكل بعض الأسئلة المهمة اللي هي بنعتبروها تحدي، يعني كل واحد منكم يأتي بمجموعة من الأسئلة إن شاء الله عز وجل، يعني ننظر في مدى أهمية السؤال ومدى صعوبة السؤال، ويتنافس باقي الطلبة في الإجابة على السؤال. الطالب الرابح في المسابقة هو الذي يأتي بسؤال يكون يعني إجابته غامضة بعض الشيء بحيث لا يعرفها إلا هو، أما باقي الأسئلة فتعتبر برضو أسئلة جميلة ومفيدة لكل الطلاب. الغرض من المسابقة هي تدريبنا تدريب الطلاب على مجموعة من الأسئلة الصعبة التي تأتي في امتحانات المدارس، ومعرفة بعض يعني التكات التي تأتي في الامتحانات والألغاز التي يضعها واضع الامتحانات والتدريب عليها، بحيث يكون الأمر بالنسبة لنا معتاد وطبيعي، يعني تستطيع أن تتعامل مع أي امتحان في النحو. في البداية، من يتبرع بأنه يكون أول من الأسئلة؟ مين عزه؟ يعني أرى أن لا أحد يريد أن يبدأ. طيب ممكن اختار انا بقى. طيب نختار الطالبة المتفوقة ندى، نشوف كده، تطرح مجموعة من الأسئلة تتحدى بها زملائها، يعني او نرى من الطالب المتفوق الذي يستطيع الإجابة عليه. تفضلي يا ندى. السؤال الأول، أقرأ ما يقع في يدي. دي الجملة الأولى، تمام، تمام؟ هي واحدة. وما يقع في يدي أقرأه. لا تمام، اتفضل. هي واحدة، أقرأ ما يقع في يدي، صح كده؟ دي الجملة الأولى. والجملة الثانية ندى اتفضلي. ما يقع في يدي أقرأه. دي واحدة من فضلك. ما يقع في يدي أقرأ. تمام، ما السؤال بقى؟ طيب السؤال هو إعراب الفعل يقع في كلتا الجملتين مع ذكر السبب، يعني إعراب الفعل يقع، طيب مع ذكر السبب، تمام. تقصدين محل الجملة عشان نوضح السؤال، تقصدين يعني هذا السؤال في الجملة، محل الجملة نفسه ولا إعراب الفعل في الجملة. إعراب الفعل فقط، صح كده؟ اه طيب تمام، من يجيب؟ من ليه بس ندى؟ بس ركز. ندى تتحدى الجميع بأول سؤال صعب، مع ذكر صعب السبب، يعني اهم حاجة مع يعني ذكر كمان مش السبب. عايز الإعراب كده خلاص، تريد الإعراب مع ذكر السبب. طيب أين وجدت هذا السؤال يا ندى؟ هو أنا يعني في ده عامة سؤال، أنا تنيت أدور في الكتاب على قطعة معينة من النحو وبطلع منها السؤال. تمام يا ندى، جميل جدا. من يحاول الإجابة؟ يعني هو سهل، ممكن تفكر فيه بطريقة سهلة والأمر يأتي إن شاء الله. يعني هو سهل إن شاء الله. أنت ندى، شكرا جزيلا. أنا كنت أحسبك هتسألي عن إعراب كلمة ما، يعني أنا ظننتك إنك كنت هتسألي على إعراب كلمة ما، فأنت متأكدة من السؤال إن السؤال على إعراب الفعل يقع، صح؟ مع ذكر السبب. تمام. هو اللي عايز اعرف ايه بالظبط يقع؟ طيب احنا ممكن، طب ممكن نسهلها شوية يا ندى، ممكن نغير مثلا ولا انت مصرة على الأداة اللي هي ما؟ عادي، تفضل غير. ما طيب ماشي، مستر هي انا عندي يعني تحسين، مين؟ يعني السلام عليكم. مين؟ وعليكم السلام. محمد سميح. تمام. اقرا ده فعل، اقرا فعل مضارع. ايوه تمام، اكمل يا مستر. اتفضل كمل. فعل تمام،
تمام، فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممتاز، أحسنت. تمام هذه يعني نصف الإجابة، تمام. تمام النصف خلينا الآخر، نعرف الأول يا مستر وبعدها نأتي إيه. طب ولا أقول الأول؟ هقول هو الأول الآن هي ندى اللي اسمه المصدر. عايزة تعرف. خلاص، هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ده ما فيهاش مشكلة. الآن تمام القصة كلها تقع في إعراب هذا الفعل، ما يقع في يدي أقرأ. تمام هو هنا يا مستر حضرتك اعرب اقرأه ام ما يقع؟ لا، اعرب كلمة يقع فقط. تمام يقع تقريبا يقع فعل يقع ما يقع يقع تمام هنقول ما يقع في دي اقرأه هنقول فعل مضارع فعل مضارع بس يا مستر طب ممكن يا مستر تقرأ الجملة الثانية فقط طيب، ما اقرأها يقع لأكثر من في ذلك. يدي أقرأه، ما يقع في يدي أقرأه. تمام فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر على آخره. ممتاز، بالسكون. طيب، ما السبب؟ لماذا مجزوم؟ لأن ما لأن قبله أداة جزم ألا وهي ما ما من أدوات إيه؟ ما دي من أدوات إيه؟ جزم الفعل المضارع. لا، ليست من أدوات جزم الفعل المضارع. أكمل التحدي للآخر. تمام يعني حضرتك يا مستر يعني هي الإجابة صحيحة، لكن ما دي من أدوات إيه؟ خدناها في الترم الثاني. تمام افتكرت ما ديت من ادوات الشرح. جميل جدا جدا جدا، أحسنت، جزاك الله خيرا يا محمد سميح. هل عندك تعليق يا ندى؟ لا الثانية لا ما عنديش تعليق فيها الآن ندى وجدت من طب يجيب ثانية على يا مستر السؤال لان الأول. اذكر السبب بارك اذكر السبب على الاول تمام، ثانية يا مستر اذكر خلاص. السبب على ما الاول الأولى؟ تمام يا محمد، عشان وقت الحصة. ما الأولى؟ ما الموصولة؟ أقرأ الذي. هذه مش أداة شرط يا سنة تانية، يا سنة أولى، آسف، فاهميني؟ فكلمة ما هنا موصولة بمعنى الذي، أقرأ الذي يقع، فهنا تكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فعل مضارع مرفوع وعلامة، أكتب سريعا، اللي هو فعل يقع صح يا مستر؟ أيوه، فعل يقع وعلامة رفعه الضمة. اه وهنا ما يقع، هنا أداة شرط جازمة، إذا الفعل يقع فعل مضارع مجزوم بالسكون أو مجزوم علامة جزمه السكون. جزاك الله خيرا يا ندى على السؤال الجميل ده اللي أنت خضيت بيه الطلبة كلهم اتخضوا في الأول. جزاك الله خيرا يا محمد سميح على الإجابة النموذجية لهذا السؤال. من يلقي السؤال الثاني؟ ندى ألقي السؤال. مستر هو حضرتك مستر ممكن ان انا اذكر سؤال وبعدها اترك لزملائي ان يسالوا وبعدها اسال مره اخرى؟ طب انت يعني انت هتلقي سؤال ونستمع للإجابة، تمام؟ تمام تفضل يا محمد. ما الفرق بين الثرى والتراب؟ ما الفرق بين الثرى والتراب؟ ده طبعا لو تتذكر انه في قصة ايه، في نص تواضع سيدنا عمر، صح كده؟ اكيد يذكر فوق الثرى تحت ظل الدوحة مشتملا ببردة كاد طول الحديد ليه. وممكن حضرتك اول حاجه يا مستر وبرضه ما الجمال يعني ممكن تقول لي ما الاجمل فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ام فوق التراب يعني اذكر ما الفرق بينهما وما الجمال تمام، وما الاجمل. جميل جدا. او ما الاجمل؟ يبقى نكمل السؤال، وما الاجمل في نص، تمام ومن في نص سيدنا ايه عمر. هل الافضل ان نقول فوق الثرى ام فوق التراب؟ الان محمد يتحدى الجميع وادلى أنا بدلوه وينتظر الفارس الذي سيجيب على السؤال. يبدو ان عبد عارف الحاكم يفكر ويفكر ويفكر. متأكد هو يا محمد احمد، أعتقد لا إن يعني فكر في الاجابه كويس، فكر في الاجابه كويس، انا يعني بشوفك. بصوا اللي مش عارف اللي مش عارف يحله هسهله شوية لا، بس منتظر يعني يا ده محمد، اللي مش عارف انتظر يحله. انتظر يا محمد. أنا أقول انت الان بس القيت السؤال، انت الان القيت السؤال، تمام، فانتظر قليلا. الثرى لا مش محمد، من منتظر فضلك، ده.
من فضلك يعني تأكد من الإجابة ثم إيه قم برفع يدك وأنا هختارك إن شاء الله. طيب بلان، تمام. ماني، وندى، ممكن اه مين رفع إيده تاني؟ طب يا ريت الجماعة نفتح الكاميرات من فضلكم، عشان طبعا ندى تريد أن ترد السؤال لمحمد سميح دلوقتي عشان هو اللي جاوب لها على السؤال بتاعها. طب نسمع أماني في الأول، اتفضلي يا أماني. تمام. الفرق بين الثرى والتراب أن الثرى هو التراب المبلل بالندى، أما التراب هو التراب الجاف وليس مبلل بالندى. جميل، يعني لا يشترط في التراب كونه أوه. مبللا، اما الثرى فهو التراب المبلل بالندى، صح كده الاجابه يا محمد؟ صحيح، تمام. و أنا كنت هقولها. طيب ما الاجمل، ان نقول فوق أكمل الثرى يا مستر. ام فوق التراب؟ اتفضلي يا امان. الأجمل هو فوق الثرى، لأن فوق الثرى يوحي بتواضع سيدنا عمر رضي الله عنه وزهده في الدنيا والآخرة. ممتازة جدا. طيب محمد سميع، عندك تعليق على الإجابة؟ حاضر. ممكن أول حاجة يا مستر، اتفضل. ما هو الثرى؟ هو يعني الثرى شبه تراب، أرضية، أرض وأرض، تمام أما هذه أرض مبللة بقطرات الندى، وهذه أرض جافة، فالنوم تمام عليها يدير تواضع، يعني نوم يعني هنا تواضع ونوم يبين هنا تواضع. جميل، يعني يبين أن التواضع أكثر، لأنه يعني حتى لا ينام على التراب الجاف، لأن الذي ينام على التراب المبلل قد تتسخ هدومه يعني، صح؟ لكن طبعا كان من تواضع سيدنا عمر أنه قد نام على التراب المبلل رضي الله عنه وأرضاه. سؤال جميل جدا جدا يا محمد سميح، بارك الله فيك. الآن من يتحدث؟ من يريد أن أنا يتحدث؟ مستر، هو أنا ممكن بس أدور على أسئلة؟ أدور على أسئلة. محمد تريد أن تتحدث؟ أكيد. أتأكد بس، هو أنا عندي سؤال، سؤالين في الترم اتفضل يا عمر. القصة. ها ممكن نقول السؤال الأول، ايوه، ما المدن التي تم فتحها في قصة تعاقب النفع في الترم الأول في الترم الاول كلها؟ ده المدن، صح كده؟ أوه. المدن التي فتحها عقبة ولا فتحت عموما؟ اللي فتحت بالترتيب. التي فتحت بالترتيب في يعني حضرتك يا مستر، ثانية، الترتيب هنا إن أنا أقول كل المدن اللي فتحت في الفصل الأول. ما... تمام. بالضبط، كل المدن التي تم ذكرها انها فتحت في القصه بالترتيب. ممكن بس ركز ثانية يا ياز. مستر، بس لو ركز يوسف وليد، وكويس. دورك ايه؟ محمد سميح من رافع ايده، مين تاني غير محمد واماني؟ في ناس كتير عايزة تخسرك يا محمد للأسف، مش حد عايز يكسبك خالص. هي سهلة يا مستر، سهلة جدا. طيب أحمد حاتم اتفضل رافع إيدك. يعني هو لازم بالترتيب يا مستر؟ هو هنا محمد حط لكم شرط عشان ما حدش يجاوب، قال لك لازم تكون تمام، بتذكر خلاص المدن خلاص خلاص بالترتيب. يلا أحمد حاتم اتفضل، أنت بس كنت رافع قصده إيدك. على المدن ولا على كل كل اللي المدن فتحوا في الترم الأول؟ في الترم الأول، كله. كل المدن التي تم فتحها في الترم الأول، سواء كان فتحها عقبة أو غير عقبة، وذكرت في الترم الأول. يعني مش بلاد، لا أنا كنت بلاد، مفكرة مدن. بلاد. ماشي يا مستر. لا مدن أو هي بلاد، البلاد صح يا يا محمد؟ مستر. مدن أو بلاد، كل اللي اتفتح، كل أي حاجة اتفتح، يعني أي حد الاثنين. أي مدينة تم الله فتحها في قصة عقبة في الترم الأول يتم ذكرها. اتفضل يا أحمد حاتم. تمام. المدن بالترتيب هي الشام، جميل، بعدها مصر، ممتاز، برقة، برقة، بعدها طرابلس، طرابلس، وفزان، فزان، ودان، ودان، ممتاز. تبقى شيء، وسبراتة، سبراتة وشاروس. وشاروس، ممتاز، الله ينور عليك. عندك تعليق محمد على الإجابة محمد أحمد؟ صبيطلة. وفي مستر واحدة في الأول خالص، في المدرسة في الأول، بس متأكد منها. تمام. هي صبيطلة في لا بص، ثانية ثانية، صبيطلة هو في الترم مستر قصدي. صبيطلة في الترم الأول، صح؟ طيب يبقى آخر مستر، حاجة هو محمد صبيطلة. يا أحمد مستر، ننتظر بس، ننتظر يا جماعة اللي يتكلم يرفع إيده من فضلك. محمد أحمد، إيه تعليقك على الإجابة؟ هو يا مستر، هو يعتبر قالها صح، بس في واحدة في الأول خالص ما قالهاش.
طب في مدينة معرفش لم يتم مكة. ذكرها؟ طيب خلاص طب كده، أقول استنى بس، استنى، في هو بيقول في مدينة ما تقولهاش، قول يا محمد سميح اتفضل. مصر، هو هذا الإجابة لم يعني خطأ، يعني الأولى مكة، هو يقصد مكة، اه هو أكيد يقصد مكة مكة. لم تفتح في عهد عقبة، اه لا هو تمام؟ لم هو هنا هو لم يحدد، هو قال اي مدينة تمام تم غلط، فتحها في الترم الاول، لكن احنا كنا أنا المفروض قلت مكة. نستثني مكة، لان يعني طبعا هي مكة يعتبر بداية عهد الاسلام القوي، فالمدن التي تم تمام، فتحها فيعتبر فتح مكة يا محمد احمد في بداية تأسيس الدولة الاسلامية اصلا، يعني حتى قبل فتح مكة لم تكن هناك دولة إسلامية ب يعني المعنى الكامل، وكانت هناك دولة إسلامية طبعا في المدينة، لكن لم تكن إلا في المدينة وبعض المدن القريبة، لكن بفتح مكة يعتبر تم تأسيس الدولة الإسلامية، فالمدن التي فتحت نعتبر إن هي من بعد مكة، فإجابة أحمد حاتم صحيحة. ولو يعني خدنا بالشرط الذي وضعه محمد أحمد فنضع مكة في مستر البداية. بالترتيب، هو قال بالترتيب والتزمنا بالشرط هذا. أما الترم الأول فذكر في الترم الأول، فقال في الترم الأول ولم يحدد من بداية بطولة عقبة. اه لكن ففي هو الترم، خلاص في قال الفصل هو الأول في الشرط، القصة، في الفصل يبقى هو الأول قال الشرط ان هي في الترم الاول، فخلاص احنا كده نحط ايه مكه، واجابتنا تبقى صحيحه، ويبقى كده تم الاجابه على سؤال محمد احمد، وحتى الان لم ياتي بسؤال احد، لم ياتي احد بسؤال لا يعرف البقيه اجابته. ندى عندك اسئله اخرى؟ تمام. مثلا انا هفكر في أو ممكن في طيب سؤال، بس اعتقد في منهم ممكن يجاوب في منهم ممكن. اكيد اكيد طبعا، ان المجموعه ما شاء الله عليها جميله، لكن انت ايه تحدي بقى، خضيهم زي ما خضيتيهم في السؤال الاول. يلا يلا يا ندى اتفضلي. السؤال هو ان جملة لكل جواد كبوة، ممتاز فيعني دي على بعضها، انا عايزة حاجة احنا اخدناها في المنهج خاصة بالعبارة دي، مع توضيح ايه خاص العبارة دي بالحاجة اللي اخدناها. معلش السؤال ايه بقى؟ يعني السؤال اسمع، مش انت عايز اعراب السؤال، كلمه معينه لا فيها؟ لا لا ممكن، يا مستر، بس حضرتك يا مستر، انتظر انتظر يا محمد سامح من فضلك، اسمع ندى وبعدين اسمع. تمام ندى، يعني جملة لكل جواد كبوة، حاجة احنا يعني شخصية معينة او حاجة معينة اخذناها في المنهج، عايزة شرح العبارة دي من الحاجة اللي اه اخذناها في ممتازة. المنهج، طيب قصدك من قصة عقبة ولا من المنهج عموما؟ من المنهج عموما. شرح هذه العبارة صح كده مع التوضيح بأمثلة، بأمثلة من المنهج. طيب هل عايزة إعراب أي كلمة فيها ندى؟ لا يا مستر، تمام، يبقى ندى بتقول في جملة جميلة جدا طبعا، لكل جواد كبوة. طبعا أنا مش هقول لكم ما هو تفسير هذه العبارة، حتى المفروض أنت تفهم العبارة وتقوم ب يعني شرح أمثلة عليها من المنهج، سواء من قصة عقبة أو من المنهج عموما. الآن ندى تتحدى الجميع، نرى من يتحدى ندى. مين رفع إيده؟ محمد سميح. ثانية يا مصر، بفكر بس ثانية، تمام يعني خلاص يبقى كتير براحتك، انا بفكر. شفت ان الاشاره بس في يعني انت بعت اشاره، فظننتك تعرف الاجابه مباشره. محمد احمد هل انت متاكد ام تحتاج وقت للتفكير؟ ويوسف وليد اهو، يوسف وليد ومحمد احمد هيتحدوا ندى دلوقتي ويجاوبوا على سؤال. اتفضل يا، نسمع محمد احمد الاول، وبعدين نسمع بعده يوسف وليد. تفضل يا محمد. هو لكل جواد كبوة، بمعنى ان هو حيث قام جيش المسلمين ب اشرح لي، لا معلش معذره يا محمد، اشرح العباره اولا ثم طبق الامثله، اشرح ما معنى، ماذا تعني لكل جواد كبوة؟ لكل جواد كبوة، يعني لكل جواد قدراته الخاصة أو سرعته أو حاجة زي كده، تمام؟ طيب نعتذر منك يا محمد، هي الشرح محتاج يعني شرح دقيق أدق من هذا الشرح. شكرا ليك على إجابتك. يوسف وليد. لحظة يا مستر، حاجة بس يوسف نسيت. وليد قال لك لا يا عم، أفكر أفكر مين تاني. عمر مسعد ومحمد محمود
يا ريت تتفاعلوا معانا يعني، يعني يا ريت نفتح الكاميرا ونجاوب او نتفاعل يعني. ها فين اماني، راحت فين؟ أنا بس أنا بفكر، بس أنا عايزة أعرف يعني، أنا توصلت يعني، بس في كلمة مش كل عارفة. جواد جواد كبوة سهلة، كل مستر جواد كبوة. مستر نعم مستر، هو صراحة هو المعنى أخف من المعنى في العبارة، يعني العبارة تدل على أن الجواد قوي، يعني الجواد قوي لكن قد يسقط وينهزم. ممتاز جدا، حسن الله ينور عليك. تمام، فشرح وأنا هذه العبارة. مرة منها اتفضل عقبة ابن نافع، اتفضل عقبة ابن نافع اتفضل كان قليلا كالجواد قويا. اتفضل قليلا. يبقى شرح العبارة معنى معنى جملة في كل جواد كبوة كما تقدم محمد. الجواد هو الفارس القوي المعروف بشهامته وقوته، لكن مع ذلك قد تكون له كبوة، قد تكون له سقطة، قد تكون له ذلة. يعني ليه سنة أولى؟ أنه ليس أحد كامل، لا يوجد أحد كامل إلا الله عز وجل، فلا كمال إلا لله عز وجل. فمهما كانت شهرة الإنسان وقوته، معذرة سنة تانية أولى ممكن يقفل المايكات من فضلكم، ممكن مستر انا مش سامع حاجه خالص، فيه وشوشه في المايك. ممكن نقفل المايك من فضلكم، نقفل المايكات بس عشان الصوت يبقى واضح. نقفل المايكات. إذا شرح لكل جواد كبوة، يبقى أن لكل فارس مهما بلغت قوته وشهرته فلا بد ان يكون له كبوه وزله وسقطه. طيب نريد الان تطبيق لهذه الجمله من المنهج او من القصه يا محمد. تمام، من القصه هو صراحه اخذتها بمعنى، لم اخذها بعباره، فبالمعنى ان عقبه ابن نافع كان كالجواد قويا شجاعا لا يهاب المصاعب، اتى في كمين نصبه له الكفار وقتل فيه. جميل يا فهذا عقبة. هو وكانت هذه كبوة عقبة رضي الله عنه، لأنه قام قبل ذلك لو تذكرون سنة أولى ب يعني إرسال كل الجيش إلى القيروان، ولم يبق معه إلا إيه؟ ها؟ لم يبق معه 300 إلا مقاتل فقط، 300 جندي. 300 مقاتل. صح كده؟ ف هذه عبارة صحيحة، إجابة لأنه صحيحة ولا خطأ؟ طبعا مثال صحيح جدا، لأنه عقبة ظن عقبة ابن نافع رضي الله عنه أن البربر قد استكانوا، لذلك قام بإرسال كل الجنود إلا ما عدا 300 جندي معه، فقام الكفار وكهنة جبال أوراس وقسيلة ابن لمزم بنصب كمين له، وقتل هو وجنوده في قلعة تهودة أو تهودة، حتى الآن ترقد جثمانهم الشريف رضي الله عنه جميعا. ندى هل عندك تعليق على الإجابة؟ لا يا مستر. جميل. طيب الآن من يريد أن يتحدى؟ محمد سميح بيبوظ كل التحديات، فعايزين مستر. حد. ليه مستر؟ ليه هو مستر مستر بيبوظ التحديات؟ آه تمام، عشان بيبقى سؤال صعب يعني، لكن ما شاء الله بارك الله فيك أنت بتجيب عليه. نعم يا أماني اتفضلي. بعد إذن حضرتك يا مستر، هو نجيب مثال على عقبة بن نافع لأن احنا اخدينش غيره يعني. طيب ندى في عندك أمثلة تانية؟ يعني انت كنت هل عندك امثله تانية على لا، أنا أقصد على اللي هو كان عقبة ابن نافع لما اتحضرت له حيلة من كهنة جبال أوراس. جميل، ممتازه جدا. تمام، تمام. شكرا. حد عنده سؤال يا جماعه؟ يوسف وليد محمد احمد، يلا يوسف اتفضل تحدى. طبعا السؤال هو أيهما أفضل في المعنى ولماذا؟ تمام. صيانة المال واجب تمليه العقير أم واجب تمليه المصلحة؟ جمال، صيانة المال العام واجب تمليه إيه؟ عقيدة. تمليه العقيدة أم واجب، هنعدل الكلمة حاضر، واجب تمليه إيه؟ مصلحة. جميل، تمليه المصلحة أو مصلحة المجتمع. جميل، لحظة، أيهما طبعا. أفضل؟ طيب لحظات بس، نعدل كلمة تمليه وكلمة العقيدة. تمام، يلا يوسف وليد دلوقتي طرح سؤال وبيقول أيهما أجمل ولماذا؟ ننزل بس تحت، صيانة المال العام واجب تمليه العقيدة أم واجب تمليه المصلحة؟ مين رفع إيده؟ أمان اتفضلي يا أمان.
الأفضل هي صيانة المال، واجب تمليه العقيدة، لأن صيانة المال العام تمليه عليه عقيدتنا. وبذلك المثال الذي أتى في الدرس، وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بأنه حافظ على صيانة المال العام كأنه لا لا ماله عليك. الخاص، فلا جميل يهدر جدا. به. طيب حد عنده إجابة تانية؟ إجابتك صحيحة جدا يا أمان. حد عنده إجابة تانية؟ اتفضل يا محمد. هو مثلا أولا العقيدة لدينا نحن المسلمين هي الدين، ولدى أي مرء العقيدة هي الدين، ويجب أن يتمسك بها، ممتاز. ولأن ديننا العقيدة الإسلام يملي علينا ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إن رجالا يتخوضون بمال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. جميل جدا. فديننا، فالعقيدة تملي على كل المسلمين، أما المصلحة فتملي على المواطنين فقط، فمصلحة بالظبط، الدولة ممتاز، للمواطنين. جميل جدا، الله ينور عليك. يبقى كلمة تمليه العقيدة أفضل ليا سنة أولى، كما تقدم يعني أمان ومحمد سميح ربنا يبارك فيكم، أن تمليه العقيدة تبين أن هذه عقيدة المسلم تفرض عليه المحافظة على المال العام وليس فقط المصلحة. تبين أن الذي يحرك المسلم ويحرك تصرفات المسلم ليس فقط المصلحة، إنما عقيدته التي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياة المسلم، فتكون الإجابة تمليه عقيدته أفضل، لأنها تبين مدى دور الإسلام والعقيدة الإسلامية في حفظ المال العام. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير علم لهم النار يوم القيامة. جميل جدا. الآن من يتحدث بسؤال صعب لا يستطيع أحد أن يجيب عليه؟ ها، فين الناس اللي جمعت أسئلة؟ تفضل يا محمد أحمد. هو برضك يا مستر سؤال في القصة، ولقطك علاقة بالمناطق، هو إيه المناطق التي تم ذكرها بالترتيب في الترم الثاني؟ نفس المناطق التي السؤال تم يعني، بس ذكرها بالكلمة التاني: المدن بس مش التي فتحت، تم ذكرها. تم ذكرها بس، صح؟ ولا فتحت؟ أكيد هي المناطق التي تم فتحها هي التي ذكرت، يعني ما أعتقدش اختلف كتير في الترم الثاني، صح كده؟ ده سؤالك يا محمد أحمد، صح؟ طيب يلا مين يجاوب؟ من الممكن أن بس تعيد لي فكر بالترتيب، عشان الإجابة. محمد لو ما قلنالوش بالترتيب هيكسب التحدي، يبقى لازم كده ايه؟ تمام، ممكن أن تعيد لي السؤال؟ طيب، ما المدن التي تم ذكرها أو فتحها، يعني هي تم فتحها في الترم الثاني؟ بتقول يا محمد؟ ذكرها بس، يعني طب ما هي أغلب، يعني ما ذكرها هي كلها تم فتحها، صح؟ يعني كل المدن أهلا. التي تم ذكرها في الترم الثاني مدن قام بفتحها المسلمين، صح ولا لا؟ بس انا كل بتكلم المدن عن التي، الترم الثاني بس. نعم يا محمد احمد، بس انا بتكلم عن الترم الثاني بس. ايوه انا بكلمك على الترم الثاني، انا بتكلم على الترم الثاني بس. طب يلا مين يا جماعه خلاص غير تمام. محمد سميح واماني؟ ها، ندى رفع ايدك ولا لسه بتفكري؟ لا بجمع، انا جمعت يعني. طيب مين رفع ايده هنا؟ احمد حاتم، محمد سميح، تمام. طيب يلا يا أمان اتفضلي. طيب المدن التي تم ذكرها أو المدن التي تم فتحها في الترم الثاني هي مصر لا ولواتا لا، و في الترم الثاني، الترم الثاني كان يعني يا مستر من بكمل. نذكر مصر. أجل يا مستر، تمام، لأنه عاد عمرو بن العاص إلى مصر، ومن تمام مصر يعني على ذهب إلى أساس إن هي لواتا. تم ذكرها مش تم فتحها. تمام، يبقى مصر ثم أنا بقول اللي فتح واللي أو اللي تمام تم واللي ذكر ذكر. مصر. تمام، مصر ولواتة وبرقة، مصر ولواتة وبرقة وودان وفزدان والقيروان ممتازة، وأدنى وتاي هارت سيستر تمام. بعد تاي هارت طنجة، وبعد طنجة وليلة ايوه تمام، السوس الأقصى، والأدنى السوس الأقصى، وبعد هذا طبنة، وفي الآخر قلعة تهودة.
قلعة قهوة ممتازة، وفي بعض الأسماء سقطت منك لكن إجابات جميلة جدا يا أمان، ممتازة جدا. في بعض الأسماء اللي سقطت من أماني، ها من ثانية تمام. ها مستر لا أول لا أنا بالترتيب بالترتيب، لأنني لما طيب أسمعها جيدا فمن الممكن أنا أقول لهم بالترتيب بسرعة. طيب ماشي. طب غير محمد سميح، غير محمد سميح، عشان محمد سميح جاوب كتير. يا أنا مستر سمعت كنت رافع إيدك. مستر أمان يا مستر قالتهم بالترتيب كلهم. مستر لا، في حاجات أماني يعني سقطت منها، لكن هي جبل متجاهل، لكن في حاجات كده سقطت منها. تقول أحمد حاتم اتفضل. ماشي، مصر، واتا، برقة، ودان، فزدان، القيروان، أدنى، أيهرت، أنجا، ولي جميلة، ده زي مستر القيروان، الذئب، أدنى. وهي الذئاب، الله ينور عليك، الذئاب اللي عاصمتها ايه؟ أدنى، سوس كده؟ الأقصى وسوس الأدنى ايه؟ ممتاز، كمل يا أحمد كمل. ماشي، رايهارت، طنجة، وريني، سوس الأدنى، سوس الأقصى، أدنى، كل التعويض. ممتاز، وقلعة قهوة، وممكن نزود عليهم جبال أوراس، اللي هي كهنة جبال أوراس. بعد إذن جبال أوراس حضرتك تم يا مستر. ذكرها، تم ذكر جبال أوراس، وهي منطقة من المناطق في القصة تم والذئب يا ذكرها، مستر. صح؟ وممكن كمان نقول الأندلس.